المرحلة التعليمية الحمراء الابتدائية، كتم ومسك الختام الخاصة الثانوية، ثم إلى قسم العلوم السياسية. الوالدة بكل الحب حواء عبد الله محمد آدم. مصطفى الملقب بسحنون هو فنان بجامعة النيلين ومن ضمن كورال جامعة النيلين، عضو اتحاد المهن الموسيقية، وله ألبوم في الانتظار وريني كيف، له شهادة تقديرية مقدمة من الأخوان على الدين سحنون أبو عبيدة رحاب عبد الله والوالدة وعثمان وأحمد وآدم، وله أيضا عرب أكسن 2018 من الوالد أحمد سحنون. هو أيضا من أعضاء اللجنة المنظمة لهذا الاحتفال. لك تهنئة من فارس كلاس لتنظيم كرنفالات التخرج، وعينيك مصطفى في الحرة ما بتنوم، صدرك للصعاب دايما بعرف العوم، لا بتلام ولا بتعرف تجيب اللوم، وتناسا عزاز جمعوا المكارم كوم، تفخر بيك بنات كتم والخرطوم. ألف مبروك مصطفى، عربية أكسن 2018 مقدمة من الوالد أحمد سحنون. أيضا اللحن القادم هو أغنية الفنان مصطفى سحنون الخريج مصطفى أحمد آدم سحنون. Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina. دعواتك اتهنى يلا الفرح زاني في مرادي تمه يلا الليلة يا اخواتي صغرتيني يا يا يابا يا سندي لك يا ابويا بتغنى يا نيلة حققتها اللي كنت تتمنى يلا الفرح زاني في مرادي تمه يلا الليلة يا اخواتي صغرتيني بهدي الفرحة للحبان لاخواني ولاد امي